أمهات كتير بعتوا سألوني عن استخدام الشيالة للأطفال، هل هي مفيدة ولا مضرة؟ ولو هنستخدمها نستخدمها من عمر كام؟ وإيه المواصفات بتاعت الشيالة اللي تبقى مفيدة للأطفال؟ وأحسن مكان نجيب منه شيالة للأطفال هيبقى فين؟ كل الأسئلة دي إن شاء الله هجاوب عليها في الفيديو ده، فتابعوا معانا الفيديو للآخر. أهلا وسهلا بكم على قناة طبيب أطفال، معاكم الدكتور محمد دسوقي أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة. هكلمكم إن شاء الله النهاردة عن استخدام الشيالة للأطفال، خليكم معنا. في الحقيقة الشيالة من أكتر الحاجات اللي عليها لغط كتير جدا ما بين الأمهات، ومن أكتر الحاجات اللي طلع عليها إشاعات ما بين إنها مفيدة جدا وإنها مضرة جدا وبتسبب مشاكل للأطفال. في الفيديو ده هقولك بالظبط الشيالة مفيدة ولا مضرة، وليه مفيدة، وإمتى تكون مضرة. في البداية لازم أقول إن الشيالة في المجمل مفيدة جدا للأمهات وللأطفال، لكن لو استخدمناها صح وكانت الشيالة نفسها مطابقة للمواصفات الصحيحة. طيب إيه هي فوائد الشيالة؟ أول حاجة إنها بتريح دراع الأم. الطفل ساعات بيبقى الأم شايلاه معظم الوقت، سواء في البيت أو بره البيت، وممكن تبقى رايحة مشوار كبير وشايلاه على دراعها. الشيالة بتخف كتير من الحمل دون، الأم بتبقى شايلة الطفل تقريبا على كتافها وعلى ظهرها، وده بيريح دراعها بشكل كبير. الحاجة التانية، الشيالة بتخلي الأم إيديها فاضيين، فلو هي ماشية في السوق ولا حاجة تعرف تمد ايديها وتاخد الحاجات اللي هي عاوزاها، وايديها بتبقى حرة الحركة لان الطفل متشال على كتافها. الحاجة التالتة، الطفل بيكون قدام عين الام طول الوقت، خاصة في الوضع اللي وش الطفل بيكون مواجه لصدر الام، فالام طول الوقت بتبقى شايفة الطفل وشايفة نفسه وشايفاه مرتاح ولا متضايق، فكون الطفل قدام الام طول الوقت دي ميزة كويسة جدا من مميزات الشيالة. الميزة الرابعة من مميزات الشيالة انها بتوفر وضعية آمنة للطفل، خاصة لو الشيالة دي من نوعية كويسة وبتسند ظهر الطفل وبتسند رقبته كويس، ولو كانت متبطنة ومريحة فتبقى كده بتوفر وضعية آمنة للطفل، احسن ما نشيله على دراعنا ممكن الطفل يرجع بظهره لورا او يجي لقدام، لكن الشيالة بتبقى ماسكة الطفل احسن وسند ظهر الطفل وسند رقبته بشكل افضل. طيب نيجي للسؤال المشهور، لو هنستخدم الشيالة نستخدمها من عمر كام؟ الشيالة ممكن نستخدمها من بعد الولادة مباشرة، ولكن كل فترة عمرية لها نوع معين بنستخدمه من الشيالات. فأول شهرين أو 3 شهور الفترة اللي جسم الطفل بيكون ضعيف وما يقدرش يصلبه كويس والطفل ما بيعرفش يصلب راسه، بنستخدم النوع الأولاني من الشيالات اللي هي الشيالة السرير. دي بتبقى على شكل سرير الطفل بينام فيها، وبيبقى ليها ايدين بنشيل الشيالة منها. ميزة الشيالة دي في العمر ده انها بتسند ظهر الطفل ورقبته كويس، وما بتخليش الطفل يعتمد على عضلات ظهره ورقبته اللي بيبقوا ضعاف في الفترة العمرية دي، ولكن الطفل بيبقى نايم كأنه نايم على سريره، والوضعية دي بتبقى اكتر امان للطفل، وكمان بيبقى حمل الطفل قليل شوية جوه الشيالة. ولكن الشيالة دي ما ينفعش تشيل وزن اكتر من 9 كيلو، يبقى الوزن الاقصى للشيالة دي 9 كيلو. علشان كده احنا بنستخدمها في اول شهرين او 3 شهور من عمر الطفل، لكن استخدام الشيالة دي لها شرطين. الشرط الاولاني ان وزن الطفل ما يكونش اقل من 3 كيلو، والشرط الثاني ان الشيالة تكون مريحة وطرية، لان في بعض الاوقات الطفل ممكن يقعد فيها لمدة طويلة، فلازم تكون طرية ومريحة على الطفل. نيجي للنوع الثاني من الشيالات، وهو النوع اللي معظم الأمهات بيحبوه، وهي الشيالة اللي بتتشال على الكتف. الشيالة اللي بتتشال على الكتف احنا بنفضل استخدامها من بعد عمر 3 شهور او 4 شهور، لما يكون الطفل بيعرف يصلب راسه كويس. معظم الأطفال بيعرفوا يصلبوا راسهم ما بين الشهر الرابع للشهر السادس. يفضل ان احنا ما نستخدمش الشيالة دي الا لو الطفل بدأ يصلب راسه كويس. يعني لو حسيتي ان ابنك من الشهر الثالث او الرابع بدأ يصلب راسه كويس وعايزة تجيب الشيالة اللي بتتشال على الكتف، تقدر تجيبيها وتشيل الطفل في الوضعية دي. ولكن في بعض الشروط والإجراءات في وضعية الشيل نفسها وفي الشيالة نفسها هقولها لك دلوقتي بالتفصيل. أول حاجة، وضعية الشيل من عمر 3 شهور لعمر 6 شهور لازم يكون الطفل باصص لوش الأم أو باصص لصدر الأم، لازم يكون وشك في وش الطفل، الطفل مش باصص ناحية الشارع، يبقى باصص ناحيتك زي ما أنا حاططها في الصورة اللي قدامكم دلوقتي. الوضع ده هو الوضع المثالي لما يكون عمر الطفل
من 3 شهور ل6 شهور. من بعد 6 شهور ينفع ندور راس الطفل ويبقى باصص قدام للشارع. الوضع الثالث هو ان احنا نشيل الطفل على ظهرنا، لكن ده ما بنعملوش غير بعد عمر سنة. يبقى من 3 ل6 شهور الطفل يكون باصص لصدر الام، من بعد 6 شهور ممكن يبقى في الوضعية دي او باصص ناحية الشارع، ومن بعد سنة نقدر نشيله على الظهر. الحاجة التانية، وضعية شيل الطفل في الشيالة دي لازم تكون ركبة الطفل متنية ورجلين الطفل لفة حوالين وسط الام. ما ينفعش رجل الطفل تبقى مدلدلة من الشيالة، لان ده ممكن يعمل خلع في مفصل الفخذ، ودي المشكلة بتاعت الشيالة دي، ودي اللغط الكبير قوي اللي مصار حواليها. هل الشيالة دي بتعمل خلع في مفصل الفخذ؟ الحقيقة لا، هي ما بتعملش، ولكن وضعية الشيل الغلط اللي ممكن فعلا تعمل وممكن تضر الطفل. حضرتك لو عاوزة تجيب الشيالة هاتيها، هي كويسة جدا، لكن حط الطفل في وضعية سليمة. لازم الطفل يكون ركبته متنية ويكون رجليه لفة حوالين وسطك، كده احنا مش ضغطين على مفصل الفخذ عنده. لكن ما ينفعش تشيل الطفل غلط ورجله مدلدلة من الشيالة وتحصل مشكلة ونقول ده الشيالة اللي عملت كده. لا، مش الشيالة اللي عملت كده، لكن وضعية وضع الطفل نفسها هي اللي ما كانتش مظبوطة. يبقى وضعية الطفل، الطفل يكون قاعد وركبه متنية شوية ورجله لفة حوالين وسط الأم. الحاجة التانية، بلاش نجيب شيالة القعدة بتاعتها عريضة شوية، علشان بتخلي في زاوية منفرجة كبيرة ما بين رجلين الطفل، وده برضو ممكن يضر مفصل الفخذ بتاع الطفل شوية. فلما تيجي تجيب الشيالة هتيها مقاسها مناسب، وما يكونش القعدة بتاعتها عريضة قوي، بشرط انها فتحة رجلين الطفل جامد. الحاجة اللي بعد كده، الشيالة لازم تكون سندة ظهر الطفل كويس وسندة رقبته، خاصة لو الطفل لسه ما بيعرفش يوصله برقبته قوي او لسه بادئ يوصله برقبته. ضروري نجيب شيالة كويسة بتعرف تسند ظهر الطفل وبتعرف تسند رقبته كويس، علشان وانت ماشية بتتحركي يبقى الطفل ثابت جواها وتبقى رقبته مسنودة كويس. الحاجة التانية، يفضل نجيب الشيالة ان الاربطة بتاعتها تكون عريضة، علشان حضرتك لما تيجي تشيليها ما توجع لكيش كتافك وتحس بألم طول الوقت، وكمان الاربطة بتاعتها تكون طرية وتكون لينة علشان تبقى مريحة عليكي. حاجة كمان مهمة، يفضل ان الشيالة تكون مريحة وتكون طرية وتكون من بطانة من الداخل كويس، علشان الطفل وهو قاعد يبقى قاعد مرتاح ومفيش حاجة مضايقاه. في بعض النصايح المهمة بقى للام اللي هتستخدم الشيالة، لو حضرتك هتروحي مشوار كبير وهتمشي مدة طويلة يبقى الافضل بلاش الشيالة، ممكن تاخدي عربية الاطفال، لان هنا هيبقى الحمل عليكي اخف. لو حضرتك هتمشي مسافات طويلة جدا او مشوار كبير جدا يبقى عربية الاطفال احسن، لكن الشيالة تقدر تستخدميها في البيت وانت شغالة، او لو انت راحة مشوار بسيط علشان ايديك تبقى حرة وانت بتتحركي. الحاجة التانية، لو هتوطي على الارض تجيبي حاجة وانت شايلة الطفل، ما توطيش بظهرك وانت شايلاه، لان ده هيعمل حمل كبير او على ظهرك وممكن يأذيكي. لكن انزلي على ركبك او اتني ركبك وانت نازلة، علشان الحمل يبقى على رجليكي وما يبقاش على ظهرك. دي ملحوظة مهمة بقولها، لان كتير من الامهات اشتكوا ان الشيالة او استخدام الشيالة عمل لهم مشاكل في ظهرهم. برضو السبب هنا مش الشيالة، ولكن السبب ان الامهات ساعات بياخدوا راحتهم قوي وهم لابسينها، وده بيبقى حمل زايد عليهم. طيب ايه افضل انواع الشيالات ونجيبها منين؟ الحقيقة شيالات الاطفال في منها انواع كتيرة جدا واسعار كتيرة جدا، بتبدأ من اول 200 جنيه او 300 جنيه لحد 3-4000 جنيه. انا النصيحة اللي انا عايز اقدمها لك، بلاش تجيبي شيالة سعرها اقل من 500 جنيه. عن تجربة شخصية، انا جبت بعض شيالات كان سعرها اقل من 500 جنيه ومن اماكن معينة، وللأسف ما كانتش بتقعد اسبوع او اتنين، او كنت بكتشف ان المواد بتاعتها مش كويسة او مش مريحة وما كانتش بتعجبني. فانا مش هقولك تشتري شيالة نوعها ايه، لكن النصيحة على قد ما تقدري حاولي تجيبي شيالة سعرها ما يبقاش اقل من 500 جنيه. ابتداء من 500 جنيه بتبقى الانواع كويسة جدا، وبتبقى متينة والاربطة بتاعتها كويسة، وبتبقى مريحة للطفل. ممكن نجيبها منين؟ انا جربت ان انا اجيب من بعض محلات الاطفال، والحقيقة ما اتبسطتش لما انا اشتريت، لكن انا شخصيا جبت من على سوق.com. الشيالات اللي عندهم كويسة جدا وعندهم ميزتين كويسين. الميزة الاولانية ان عندهم حاجات كتيرة متنوعة في الاشكال وفي الالوان وفي المقاسات، وكمان في الاسعار. يعني عندهم اسعار ابتداء من 150 جنيه لحد زي ما احنا عاوزين،
الحاجة التانية حاجاتهم حلوة ومضمونة، وانا جربتهم كذا مرة بصراحة، معظم الحاجات اللي جبتها من عندهم كويسة جدا، وكمان الحاجة بتجيلك لحد باب البيت وبتحاسب لما الحاجة بتجيلك، ولو لقيت فيها حاجة مش عاجباك تقدر ترجعها لهم تاني. انا شخصيا جربت ان انا اشتري الشيالة من على سوق.com، وبصراحة انا اتبسطت جدا من سعرها ومن جودتها وكمان من خدمة التوصيل السريعة. دي كانت تجربتي الشخصية اللي انا بنقلها لكم. هسيب لكم في صندوق الوصف بتاع الفيديو لينك بتاع سوق.com للي حابب يخش يبص عليه، او للي حابب يشتري هتلاقي فيه انواع كتير واسعار كتير واشكال كتير تقدري حضرتك تختاري منها اللي يعجبك. اخر حاجة عايز اقولها، استخدام الشيالة كويس جدا ومفيد لو استخدمناها بالشكل الصحيح، وكانت الشيالة ينطبق عليها المواصفات الصحيحة ويكون نوعها جيد وكويسة. الشيالة الكويسة في الوضعية الصحيحة ما بتأثرش على مفصل الفخذ للأطفال، ومش غلط على خصية الأولاد، لان برضو كان حصل لغط في الموضوع دون، وفي بعض ناس قالوا ان الشيالة بتبقى غلط على الاولاد الذكور او بتبقى غلط على الخصية بتاعتهم. الكلام ده غلط تماما. الشيالة في وضعها الصحيح ما بتأثرش على مفصل الفخذ عند الاطفال، ولا بتأثر على الخصيتين عند الاولاد الذكور. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة اول باول، وما تنسوش تبصوا على صندوق الوصف هتلاقوا فيه اللينكات اللي تقدروا تبصوا على انواع الشيالات واسعارها. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وانتوا بخير وسلام وامان.